إن هذه الفتن التي سمعتم بعضها وما لم تسمعوه أكثر، إن هذه الفتن لها دعاة والعياذ بالله، دعاة ضلال من المنافقين ومن العلمانيين ومن علماء الضلال يدعون إليها، دعاة على أبواب جهنم يتخذون وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزة وإنترنت وفضائيات، يتخذونها للدعاية إلى الفتن والشرور على أبواب جهنم. من أطاعهم قذفوه فيها. كم أهلكت هذه الوسائل، كم أهلكت الفضائيات، كم أهلكت الإنترنتات، كم أهلكت الصحف، كم أهلكت الكتب الضالة، كم أهلكت من أمم وغيرت من دين المسلمين. فلنتق الله، لنبتعد عن هذه الفتن وعن دعاة الضلال. إن هؤلاء الدعاة ليسوا من أوروبا وأمريكا فقط، إنهم من أبنائنا مع الأسف، ومن بين أظهرنا، إنهم تتلمذوا على أوروبا وعلى أمريكا، ويريدون أن يغربونا وأن يبعدونا عن ديننا في وسائل الإعلام. فعلينا أن نتقي الله وأن نحذر من هذه الفتن وأن نبعدها عن بيوتنا وعن أولادنا ونسائنا، أن نحافظ على ديننا وأن نصبر عليه، وأن نترك وسائل الشر التي تدخل علينا الفساد. في الزمن الماضي كان الشر بعيداً في بلاد الكفار وفي البلاد البعيدة، وكانت بلاد المسلمين في منأى عنه، أما اليوم فقد اختلط العالم، اختلط الحابل بالنابل، تقاربت الدنيا حتى صارت كأنها بلد واحد، ما يجري في أقصاه يصل إلى أقصاه في أسرع وقت وأيسر زمان. وهذا من الفتنة التي أرادها الله وقدرها على الناس ابتلاءً وامتحاناً. وهذا آخر الزمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعاً أن نحذر من ذلك، وأن نتخذ الوسائل الكفيلة التي تحصننا من هذه الشرور. إن خيار الناس لم يزكوا أنفسهم عند الفتن. لما كثر الشرك في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. خاف على نفسه، وهو الذي كسر الأصنام، وهو الذي صبر على البلاء العظيم، وهو الذي قاوم الشرك، خاف على نفسه أن يفتن كما فتن هؤلاء، لأنهم بشر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. تقول له عائشة رضي الله عنها: وأنت تخاف يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فلا يأمن الإنسان على نفسه ولا على دينه ولا على أولاده من هذه الفتن، عليه أن يحذر منها غاية الحذر، عليه أن يبتعد عنها، عليه أن يقاومها، عليه أن يتمسك بدينه. ومن أشد الفتن التي تصد عن دين الله وتفرق الدين التحزبات والجماعات التي تفرق المسلمين. فالله جل وعلا أمرنا أن نكون
جماعةً واحدة وأمةً واحدة، وألا نتفرق كما تفرق من كان قبلنا، واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذابٌ عظيم. وإن هذه أمتكم أمةً واحدة، وأنا ربكم فاعبدون.